اخوان بهذا الفيديو جايب لكم تشكيلات لبطوط الغضب وانت اختار اللي بدك اياها، كلهم نار راح تختمها وانت نايم. طبعا انا صفر هون بحسابي هذا، راح نلعب معكم 7 جيمات او 6 ونسكر الفيديو. المهم لايكاتكم، اشتركوا بالقناه معلم، وشوفوا في مشكله باليوتيوب انه صوره الفيديو ما بتبين، اعمل لايك انت ويا احسن لك يعني. لا عن جد شوفوا اول تشكيله 2.6 كثير يا اخوان قويه وكاونتر لاغلب التشكيلات. ثاني تشكيله سبلاش يارد، ولكن ممتازه، بس في هاي التشكيله اللي حاليا طالعه وفجرت البطوله، اصلا بطوله الغضب برعايه هاي التشكيله. بس بهذا الحساب ما عندي ماذر ويتش، بتحطها بدل النايت، كثير مقرفه يا اخوان، كثير مقرفه. بس ملكة بلادر شو عمل؟ تشكيله كاونتر لاغلب التشكيلات اللي هي هاي. اوف اوف اوف، ايش هذا جلد؟ اسمع كثير قويه، نبلش يلا. خلونا نشوف اول واحد شو بده يصير فيه. والكواتولية حلو بسرعه، ولا بريكرز اول ما تشوفهم بسرعه زتهم. لا حظنا زفت والله. مش مشكله ماسكي من هون، طبعا مش فاتح حسابي الاساسي، ليش؟ بكره بتعرفوا او بعد بكره. اوف اوف بسرعه، فالكيري ميجا منيون لازم حطتها من قدام. اوه مش مشكله خليه، هسه بيجي كاونتر بوش على الجهتين، زلمه وصد. الايت بربريانز من هون، يلا مش انت حطيت فريز وقدها، صد بسرعه. بريكرز قتلناه معلم على الجهتين، وصلوا وصلوا وصلوا، خلص اقضينا عليه بهجمه واحده. حلو هسه معه ويزارد ومعه فريز، يخرب بيته فريز كمان، بضايق شوي بس مش مشكله. ماسكي خلينا نجهز الفالكيري. اوه ممتاز، استنى شوي بدي، ايوه بسرعه فالكيري من هون. لا 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 جبت لي بسرعه ميجا من، لازم ليش هيك؟ مش مشكله خلص. ولي بريكرز الفكره في بالي كانت احسن والله. حط ريج بسرعه الوزرد مسك المسكي، انا كنت معير الوقت براسي بس ما زبطت، ما توقعتش الريج اصلا. بربريانز خليه ياخذ البورج مش فارقه معي. حلو روح 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 روح، ضربة واحدة مسكي من هنا عشان إذا حط فريز ما يصيبها. لحد الآن الوضع لوز، راح نحط فالكير على ويزارد. ممتاز جدا وليس جدا. أيوة حلو، راح ننزل ميجا منيون على الفالكيري ونفتح رويال ريكروت بسرعة. ميجا منيون من هون، واحد اثنين عشرة، رويال ريكروت، وراح اوزع الولي بريكرز على الجهتين، واحد هون واحد على برج الكينج. راح 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 برج الكينج، ولك راح امسك امسك، راح ولك امسك، راح البرج راح راح، واحدة كمان واحدة، لا لا ماسك للغباء. شوف رميت اللوك معه لايت بربر كمان، يخرب بيته بسرعة. فالكيري ميجا ولي بريكرز نسحبهم لفوق بسرعة، لايت بربر هون. لا حلو، شوف شوف حطت المسكي، مش راح يلحق مش راح يلحق، راحت راحت ثانية ثانية. اخ حركة كثير وسخة يا زلمة. اسمعوا خلينا نروح على الجيم الثاني نشوف ثاني واحد اسمه نات اي ار واي اكس، ليش مش عارف. بسرعة ولا بريكرز، بس تشوفهم زدهم كثير سريعين ومستحيل حدا يلحقهم الا اذا كان صاحي. شوف بسرعة مسكي، نستنى الايس سبيرت تنط هناك، لايت بربر قتلتك. اوه فاير بس ما صاب المسكي. شو معه كمان؟ كمان شو القرف هذا؟ اسهم. شوف المسكي ثنتين ثلاث، يخرب بيته مسرحه يا زلمه، كثير قوي المسكي مع الريج. اذا معه الكترو، شوف ايش معه. اوه طب في عندي فكرة، استخدم اللوك، هسا رح ناخذ برجه، كيف؟ بدي احط ولا بريكرز من هون على الفاضي اللي قاعد تعمله، مسكي من هون نصيد الكترو. خلاص جيجي جيجي تغلب ايش حالك؟ ولك تغلب ولك، خليه ياخذ البرج، مع انه لازم احطت الالايت بالشكل هذا، لازم حطيته مع السكيلتون من فوق. يلا في ذاك يا زلمة، كمان واحدة يخرب بيته مقواه. لوك فالكيري بسرعه،
ولا بريكرز. لا ما هو الكتل دراغون. غلط مطبعي يا اخوان، والله غلط مطبعي. كمان واحدة؟ ممتاز. والله نسيت، لازم بس استخدم وحطيت الهاف فزنا. ميجا؟ والله عارف، مسكي. بسرعة حطيت الميجا من هناك عشان ما يدعم. بس صار داعم هو. استعجل الزلم. خلص جيجي، فالكيري ولي بريكرز ودع الملاعب. فالكيري ولي بريكرز راح يوصلوا الاثنين، كيف ليش؟ بتعرفش. وصلوا. وصلوا، روح. الله عليك، ولك ايش الفن هذا جلد؟ ولك تكتيك؟ ميجا منيون. هسه بنرجع بنحط المسكي هون، واحد، اثنين، ثلاث. جيجي. شو هذا الجيم يا اخوان؟ شو هذا؟ يلا يلا بسرعة على الجيم الثالث. ثالث واحد، اوكي، اسمه بابلو اسكوبار. راح تنجلد بسرعة ولي بريكرز، ولك تستناش. بسرعة لوب. لا والله ما نزلت، والله ما نزلت. فالكيري لا، حتى بين عنتكم اني كنت بدي استخدمها. يلا مش مشكلة. تشكيلته غريبة. رويال ريكروت، اوه ماني بيكا. اوف راح ياخذ دمج والله، مش مشكلة. ميجا منيون او الجيم طبيعي يصير هيك معانا. اصلا رويال ريكروت انا ما لازم ما نزلتهم هيك والله، اسهم هناك. اقول لك لا لا انزل، مع ان لازم الاسهم رميتهم على البرج الثاني المدمج، بس يلا ملوك التبلاذر بغلطوا. وول بريكر لوك، ايوه هيك حلو. مسكي من هون ما معه شيء صح؟ خليه راح ياخذ ضربة مع الميجا منيون. كنت بقدر انزل فالكير بس بدي اياها. حلو اعمل بريدكشن واحد او اقول لك لا لا. لو عملت فتحت وجهه. اوف اوف بسرعة فالكير من هون. مالك مستعجل؟ ولك مالك. ولي بريكر ما معه لوك، ما تقول ليش، ما تفهمنيش. راح راح راح. الله عليكم كثير سريعين كثير. بسرعة لوك، ضربتين مش مشكلة، سامحك. دقيقة شوي يا اخوان. حط ميجا نايت. الحمد لله ما نزله، هيك بنفتح وجوهه. جي جي خسر حاله. إلايت بربر يلا صد. ما معه شيء. حط ماني بيكا، حط ماني بيكا. والله راح يا اخوان. 3 كرونز 3 كرونز. روح روح بسرعة فالكيري. خسر حاله من حاله. طب اسهم من هون بسرعة. وولي بريكرز بالشكل هذا عشان قدمه شوي. ممتاز ممتاز حلو. رايا ريكروت. دقيقة شوي. حط ميجان اول. حلو لايت برو. جي جي. لوك من هون. ولك ايش هذا يا اخوان؟ وولي بريكرز ابلع. ولك ابلع. والله هو بغلط، انا ماليش دخل. حط الميجا نايت قتلنا على الجيم الرابع. يلا نشوف رابع واحد شو بده. اوه 700 على العالم على حالك. شو يعني تخافوش يا اخوان؟ هذا من موب بيكون بس متخفي. روي ريكروت. هسه بدنا نصيد له الفينيكس. كيف بتحط له مس كتير هون؟ كان جبت العيد. والله جبت العيد. لا بالله عليك لا تموت. مس كتير اصحى. ايوه والله اسطورتي. اسهم من هون. جبت العيد بس يلا. حلو المسكتير طلعت عايشه. روح روح مزعت البرج والله. راح اترك الجولدن نايت. نحط فالكيري. والله حطيتها قبل، ليش ما نزلت؟ طب بسرعه اقول لك بديش. خلينا نهدي ميجا منيون. ولا بريكرز من هون. لوق من هنا بسرعة عشان ما تعطي الإكسير اللي ظل، بس يعطي واحد. حلو والله كفو واحد وصل. تأخر بالتورنيدو. ضغطناه. راي ريكروت. أنا عارف إنه قلم أصلا مبين يعني من التشكيلة، بس إنه ما رحمته، وهذا الكويس ما تعطيه مجال يهجم لأنه إذا أخذ راحته بيفتح وجهك. أوه طب بسرعة راح أنزل لايت بربر هسه هون بسرعة عشان ما نعطيه مجال. جاب العيد في الفيشرمان. شو الفيشرمان هذا؟ ولك ايش هوب. حلو حلو حلو. اقتليها اقتليها اسطوري بسرعة. ولا بريكرز سايكل التورنيدو ولا لا؟ طب اسهم
والله كفو واحد وصل. ممتاز، راح اخليه هذا ياخذ دمج، يمكن راح ياخذ ضربتين او ثلاث صح في ذا. حلو حلو، بسرعه روي ريكروت من هون. يلا شو كيف بدك تصدهم، جولدن نايت ولا فيشرمان؟ ميجا مينيون، لو اني حطيته هناك حرامات. طب اقتلي اقتلي بس واحده، كمان واحده، واحده العين الشباب حرام. دقيقه شوي يا اخوان، بدي احط فالكير بسرعه هون، وول بريكرز بسرعه، الايت بربر من هون ما راح ارحمه. ايوه ابلع. خلينا يدافع في التورنيدو هناك، مع انه لازم ما دافع عشان يكمل هجمته صح. اي خسرنا الدنيا كلها. مسكي من هون هسه بنصد هجمته بكل سهوله. رويال ريكروت على الفاضي، على الفاضي يا غالي، على الفاضي على الفاضي. هاي برضه فالكيري من هون بسرعه، ميجا مينيون لوج بسرعه. ايوه شوي مسكي من هون بسرعه، وولي بريكرز بالشكل هذا نسحب اللي هناك، اسهم من هون، جيجي غلبنا. غلبتك مع فالكيري، يخرب بيته تجميد ولك شو هذا. بسرعه راح نزت له من هون رير كروت. لا من يا اخوان كثير سريعين، اذا ما بتلحق عليهم بس ابلع. يلا خلونا نفوت اخر جيم. يلا 5-1 وهو الاخير، اكيد راح نفوز يعني. كاش اب مي راح تبدع بسرعه، ولا بريكرز لا تستنى يا اخوان لا تستنوا. اوه لوك ماشي، فالكيري بتقدر تصد الالكتر جنت بمليون طريقه. فالكيري مسكي لوك بس، او رويال ريكروت لوك بسرعه مسكي على الفاضي. هذا شو الفائده، كسبت 200 دمج وخسرت حالك. لوك من هون راح ادعم رويال ريكروت، جيجي من اولها غلط. ولا بريكرز يلا فرجيني، في برج راح يطير. ماشي ما راح ارمي اصلا، خلينا نهدي شوي. شوف شوف برجين بثواني بس. طب اسهم من هون، راح نزيد فالكيري هناك هون، مع انه غلط الفالكيري بس يلا مش مشكله راح يبلع. اصلا احنا كاونتر على تشكيلته. فالكيري لثه، والله واحد كمان وحده، الله عليك يخرب بيته يا اخوان. بسرعه الايت بربر، هسه بدي احط له حركه المسكي بالنص، كثير بتضايق على الفاضي المسكي هاي، قاعد بخبص والله. واحد اثنين ثلاث مسكي جيجي. واحدة الله عليك. ولك ايش التشكيلات هاي، رويال ريكروت اظن شكله 3 كراونز. بدنا نجهز الاسهم بالله، اذا حط سكارمي ابلع خلص الجيم. رويال ريكروت ولي بريكرز جيجي، اسرع جيم بكلاش. والله يا اخوان تشكيلي كثير نار يا زلمه، كثير نار. يلا يلا واحده 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 من هون واحده من هون لوك، واحد اثنين ثلاث جيجي. والله جيمات سهله يا اخوان، ايش هذا. زي ما شفتوا يا اخوان والله تشكيل ممتاز يا زلمه، كاونتر لاغلب التشكيلات اللي منتشره حاليا، حتى المش منتشره كاونتر. جوي ارضي، الارضي كثير قوي عندنا، رويال ريكروت اي شيء بتقدر تصد، مايتي ماينر ميجا نايت كله بتلعب فيه لعب. غير هيك معك الميجا منيو للفلاينج ماشين اذا واجهتك التشكيله هذيك شوي بس اللي هي هاي. فتشكيلتنا كثير ممتازه ومضاد لاغلب التشكيلات، اكيد شفتوا يعني. حتى هذا توب فتحنا وجهه، تشكيلته غريبه فيها فريز ما توقعت. المهم نشوفكم بالفيديو الجاي يا معلم، سلام.